بداية طبعا بشكرك على وقتك وعلى مشاركتك معانا في السادسة. شكرا جزيلا، لا مشكلة، سعيد بتواجدي معكم. بداية خليني أكلمك على نظرتك لمشاركة تشيلسي في بطولة فيفا كأس العالم واستعدادات الفريق للمشاركة إن شاء الله في البطولة اللي هتنطلق مع بداية الأسبوع اللي جاي. نعم، أعتقد أنها بطولة مهمة جدا لفريق تشيلسي أن يفوز بها. أعتقد أنها ستكون بطولة مميزة، وأعتقد أن تشيلسي سيفوز بها. أعتقد أن مستوى المنافسة في البطولة سيكون قويا. يوجد الكثير من الضغط على تشيلسي حاليا في البريمير ليج، لكن أعتقد أن شخصية البطل تحتم على فريق تشيلسي أن يكون جاهزا ومستعدا لهذه البطولة. فأعتقد أنها بطولة مهمة لتشيلسي أن يفوز، وأعتقد أن تشيلسي حاليا قادر على الفوز بهذه البطولة. وأعتقد أن الفريق عليه أن يتحلى ببعض الهدوء للفوز بمثل هذه البطولات. طيب خليني قبل ما ادخل في الامور الفنيه وفي فكره المنافسه وتحقيق اللقب اسالك سؤال افتراضي. ماذا لو كان فريق تشيلسي في مشاركته في كاس العالم او قبل مشاركته في كاس العالم سيحرم من عدد من اللاعبين الدوليين، وهم يعني عددهم كبير جدا في تشيلسي من جنسيات مختلفه، من مشاركتهم مع الفريق في البطوله بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم؟ كان ايه ممكن يكون موقف تشيلسي من المشاركه في بطوله كاس العالم؟ أعتقد أنه أيضا ستظل هناك فرصة للعديد من اللاعبين الآخرين ليشاركوا ويثبتوا مستوياتهم. أعتقد أن تشيلسي حاليا بالفعل فقد عنصرا هاما في بطولة إفريقيا وهو حارس المرمى إدوارد ميندي، أفضل حارس في العالم حاليا. لكن أعتقد أن البدلاء في تشيلسي جاهزين، وأعتقد أن هذه البطولة ستكون فرصة لإظهارهم جيدا. دائما حظوظ بطل دوري أبطال أوروبا بتكون أوفر، وأعتقد أنه بالأرقام كمان حجم البطولات اللي حققها دايما، حجم ألقاب يعني كأس العالم للأندية اللي حققها فرق أوروبية تتفوق وتتجاوز حتى فرق أمريكا اللاتينية. ولكن رغم مشاركة تشيلسي لتاني مرة إلا أنه قبل كده فقد اللقب أمام كورنثيانس البرازيلي، إزاي بتشوف فرص تشيلسي في تحقيق اللقب ده النسخة الجديدة، ومين هم أبرز المنافسين من وجهة نظرك؟ أعتقد أن بالميراس هو فريق قوي جدا ويستطيع منافسة تشيلسي. أعتقد أن هذه ستكون أصعب مواجهة ستواجه تشيلسي في البطولة. أعتقد أن فريق تشيلسي يجب عليه أن يستعد جيدا ويلعب جيدا، فالمنافسة في البطولة كبيرة جدا. ولكن أعتقد إذا لعب تشيلسي بمستواه المعهود سيفوز بالبطولة دون أدنى شك. وأعتقد أن فريق تشيلسي فريق كبير اعتاد على الفوز بمثل هذه المباريات الكبيرة. هل تعتقد أنه توماس توخيل هيعتمد في البطولة دي على تشكيلة أساسية، ولا تتوقع أنه يكون في ظهور لوجوه جديدة من فريق تشيلسي؟ أعتقد أنه يجب أن يلعب بالتشكيلة المعتادة في معظم الموسم ويلعب بالخطة المعتادة 3-4-2-1. فالفريق عليها أن يستعد في كل مباراة للبريمير ليج. أعتقد أن أول مباراة في البطولة ستحدد لنا شخصية تشيلسي في المباريات القادمة. أعتقد أن توماس توخيل ليس عليها أن يغير شيئا في التشكيلة الحالية لفريق تشيلسي. بالنسبة للفرق المشاركة، إيه هي معلوماتك أو يعني أبرز الفرق أو الأسماء للفرق المشاركة في البطولة من وجهة نظرك؟ وهل تتوقع أن واحدة منهم تستطيع أنها تواجه مثلا تشيلسي في المباراة النهائية، بس يعني بعيدا عن بالميراس المرشح بصفته بطل أمريكا الجنوبية؟ بالطبع يوجد العديد من الأندية لديها حظوظ كبيرة، خصوصا البلد المنظم، الفريق المنظم الجزيرة لديه حظوظ كبيرة. ولكن سيقابل تشيلسي
فيما قبل النهائي أعتقد ذلك. وأعتقد أن فريق الأهلي حاليا فريق قوي لديه فرص أيضا، وأعتقد مونتيري كذلك، فالمباراة بينهم ستكون قوية. طيب خليني أتكلم معاك شوية عن تجربة تشيلسي، وهي واحدة من أنجح التجارب الاستثمارية اللي حصلت يمكن في العشرة أو في العشرين سنة الأخيرة. والدوري الإنجليزي عموما فيه أكثر من تجربة، يعني بالإضافة لتشيلسي أعتقد كمان فريق زي مانشستر سيتي قدر إنه يعمل تحول كبير جدا. إيه الفوارق اللي خلت تشيلسي موجود على منصات التتويج في السنوات الأخيرة من وجهة نظرك، حتى مقارنة مع الجيل اللي أنت كنت بتلعب ليه؟ حسنا، التطور الذي حدث بسبب تواجد وجود الكثير من الأموال التي تم صرفها، أعتقد أن مستويات اللاعبين الآن والقيمة التسويقية للاعبين تختلف عما كان عليه في فترة ما كنت ألعب. فأعتقد أن الفريق الآن يتحلى بالعديد من الإمكانيات التي تم توفيرها هذه الفترة، وعلى مستوى الإدارة وعلى مستوى المدير الفني وعلى مستوى جودة اللاعبين، الفريق الآن في مرحلة ممتازة. أعتقد أنك إذا استدعيت مدير فني كمورينيو، وكان لديك العديد من اللاعبين الرائعين، كان لديك إيتو، كان لديك دروبا، العديد من اللاعبين الرائعين، فبالطبع هذه جودة من اللاعبين تساعد أي مدير فني على التألق. أعتقد أن الإدارة حاليا إدارة ماهرة جدا في التعامل مع الإمكانيات المتاحة والتي يتم توفيرها للفريق. واللاعبين الآن يعرفون جيدا أنه يتم توفير كل ما يحتاجه الفريق حاليا. أعتقد أن هذه النقاط هي التي تجعل الفريق مميزا. طيب من وجهة نظرك إيه السبب في التحول المفاجئ في مستوى وقدرات تشيلسي بعد رحيل فرانك لامبرد وبعد قدوم توماس توخيل؟ يعني يمكن أكبر المتفائلين في بداية الموسم اللي فات ما كانش يتوقع أنه تشيلسي يقدر يوصل لمنصة التتويج ويحقق لقب دوري أبطال أوروبا في ظل تراجع المستوى، لكن الحقيقة وكأنه بلمسة سحرية استطاع توماس توخيل منذ قدومه أن يحول ويطور مستوى تشيلسي. من وجهة نظرك أهم أو أبرز الأسباب اللي أدت للنجاح المبهر ده وتحقيق لقب بالشامبيونز ليج؟ أعتقد أن توماس توخيل بالفعل استطاع أن يحول شكل الفريق، أعتقد أن يؤهل الفريق جيدا. فترة فرانك لامبرد كان فترة صعبة بالفعل. أعتقد أن النظام الذي صار عليه توماس توخيل كان مميزا. إذا شاهدت أول مباراة لتوماس توخيل مع الفريق ستستطيع أن ترى ذلك. كان يبدو على اللاعبين الالتزام بالتعليمات، الالتزام بالنظام الذي تم وضعه بواسطة المدير الفني، ولكن صراحة العامل الأهم هو رغبة اللاعبين بالفوز. اللاعبين لديهم رغبة والمدير الفني كذلك رغبة ملحة في التفوق وأن يظهروا بشكل أفضل فأفضل. أعتقد أن بعض الخسائر التي مني بها الفريق هذا الموسم هزت ثقة الفريق نوعا ما، ولكن اللاعبون على ثقة تامة ونحن على ثقة في اللاعبين أن يؤدوا جيدا هذا الموسم. بتشوف إزاي فرص تشيلسي في تحقيق لقب البريمير ليج أو تشامبيونز ليج الموسم الحالي مع توماس توخيل؟ أعتقد أن البريمير ليج سيكون صعبا نوعا ما. الأمر الآن يحتاج المزيد من المجهود بالتنافس مع ليفربول بالطبع ومانشستر سيتي. ليس عليك أن تفوز بكل شيء، ولكن أستطيع أن أقول أن المنافسة على البريمير ليج ستكون صعبة. ولكن بالنسبة لدوري أبطال أوروبا أعتقد أن تشيلسي سيتغلب على أي فريق. هذه فرصة جيدة لتشيلسي ليفوز بالبطولة للمرة الثانية تواليا. أعتقد أن هذا الأمر لن يكون سهلا. يوجد لديك بالفعل أندية مثل ليفربول أيضا في البطولة أو مانشستر سيتي، ولكن بالنسبة لتشيلسي الأمر سيكون صعبا على جميع الفرق. ولكن لتفوز ببطولة دوري الأبطال مرة ثانية فيجب عليك أن تكون مستعدا لذلك. بعيدا عن ماندي حارس مرمى السنغال، حارس مرمى تشيلسي طبعا واللي بيشارك دلوقتي مع منتخب السنغال في بطولة الكان،
هل في غيابات تانية عن صفوف تشيلسي مش هتظهر او مش هتتواجد مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية؟ معذرة، ممكن السؤال مرة ثانية؟ طيب كنت بسأل بعيدا يعني عن اسم مندي حارس المرمى السنغالي اللي بيشارك مع السنغال في الكان، هل بعثة الفريق اللي هتشارك في كأس العالم الأندية هتشهد أي غيابات أخرى سواء يعني بسبب إصابة لا قدر الله بفيروس كورونا أو إصابة ملاعب، ولا سكواد تشيلسي هيسافر بالكامل للمشاركة في البطولة؟ أعتقد بجانب مندي لا يوجد أسماء مميزة ستغيب عن الفريق. لدى فريق تشيلسي فريق قوي جدا وفريق منظم جدا، ولن يؤثر عليه غياب مندي. طيب بمناسبة كلامنا على لعيبة تشيلسي، كان في بعض التقارير اللي اتكلمت في الفترة الأخيرة عن رغبة تشيلسي في استعادة النجم المصري محمد صلاح. محمد صلاح طبعا اللي سبق ليه اللعب لتشيلسي قبل كده أيام في الفترة اللي كان بيتولى فيها جوزيه مورينيو مسؤولية المدير الفني للفريق وما كملش المشوار. في بعض التقارير رصدت اهتمام تشيلسي بعد تأخر التجديد مع ليفربول، اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع محمد صلاح. يهمني أعرف من حضرتك يعني صحة أو دقة المعلومة والتقارير اللي صدرت في الفترة الأخيرة. شخصيا أعتقد أن استمرار محمد صلاح مع ليفربول سيكون أفضل له. أعتقد أن التقارير التي كانت منتشرة في إنجلترا أنه سيذهب إلى ريال مدريد أو برشلونة، ولكن أعتقد أن استمراره مع ليفربول سيكون أفضل لمحمد صلاح. مين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من وجهة نظرك؟ حسنا، بطبيعة الحال محمد صلاح، قطعا محمد صلاح هو أفضل لاعب حاليا، وأعتقد أيضا لدينا كيفين دي بروينا يس نعم، وأعتقد أن لدينا برناردو سيلفا أيضا لاعب رائع، ولدينا أيضا ديفيد سيلفا في مانشستر سيتي، ولكن محمد صلاح في آخر موسمين هو كان الأفضل. أعتقد أنه أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم. ما اخترتش جورجينيو في قائمة اختياراتك؟ لا، جورجينيو لعب جيدا، لكن هو لعب جيدا في بطولة اليورو وحاز على جائزة أفضل لاعب، ولكن لا أستطيع أن أسميه أفضل لاعب في العالم هذا الموسم. دافيد لي طبعا نجم تشيلسي، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسة، ونسعد ان احنا ان شاء الله باذن الله نكون في مواجهة واحدة، ممكن نكرر المداخلة او التواصل معاك مرة تانية ان شاء الله اذا ما نجح النادي الاهلي ان شاء الله في الوصول للنهائي عشان يكون طرفي نهائي البطولة